اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ خالد الاتريبي. استاذ خالد اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك استاذ محمد وبكل مشاهدين قناتنا الاهلي. الاجواء والاحداث اللي بتحصل في العالم كله بالتاكيد كلها مرتبطه بعنوان واحد، فيروس كورونا بيجتاح العالم وتاثير سلبي على الرياضه وعلى كره القدم بشكل خاص. المشهد بشكل عام شايفه ازاي وبترصده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة كلها ان المشهد ضبابي دلوقتي، يعني محدش عارف الامور رايحة فين ماشية ازاي. يعني دايما بنتكلم على اجتماعات الاتحاد الاوروبي، اجتماعات بكرة المفروض ان في اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعات المفروض الاتحاد الافريقي. بس الفكرة كلها اللي بيشغل بالك هيجتمعوا يقولوا ايه. الفكرة لحد الوقت اللي احنا فيه مش عارفين الامر ده هيطلع امتى، هيخلص امتى. الامور والوتيره شايفها متصاعده، يعني شايف ان مصر مثلا بتشدد من يعني المفروض ما فيش حركه طيران بدايه من يوم الخميس لحد اخر الشهر. اكيد ده بيترتب عليه برضو ان انت مش عارف، انت بتحاول تحاصر الامر بشتى الطرق. مظبوط. طبيعي لو جيت تفكر الامور تمشي ازاي، مش يعني صعب التصور نفسه، صعب تصور انك هتشوف النشاط هيرجع امتى. احنا اتكلمنا في اسبوعين، الناس اتكلمت في اسبوعين، تقارير طلعت. وزير الرياضه امبارح في تصريح ليه قال ما بنوعدش ان الرياضه ترجع بعد اسبوعين، وكلامنا ده مش معناه ان احنا هنلغي الموسم. انا شايف ان ده تصريح مهم، اللي هو مش هنلغي الموسم قصدي، ومش هنوعد يعني هنوعد. لا هو لا، خليها بالترتيب كده، ما نوعدش بالعوده بعد اسبوعين، ومش معنى كلامي ده ان الموسم هتلغي، لكن وارد، كل شيء وارد، كل شيء في الوضع اللي احنا فيه من وجهه نظري هو وارد. قصه انك ما ينفعش تدعو او تتكلم بنظره تشاؤميه او انك تتكلم في موضوع بعيد، انا شايف ان احنا المفروض نحط سيناريوهات لكل الاوضاع. يعني لابد ان احنا انا بقول لك انا مش عارف ان هم هيناقشوا ايه، لكن لازم نقعد ونقول لو هنرجع الرياضه بعد اسبوعين الوضع هيكون عامل ازاي، بعد شهر الوضع هيكون عامل ازاي، لو لغينا الموسم الوضع هيكون عامل ازاي. ما ينفعش افضل رد فعل، لابد ان يكون عندي ملفات وعندي سيناريوهات محطوطه علشان اشوف الامور هتمشي ازاي. لو تم الحاله دي، لو تمت هتعامل معاها بالوضع ده، الحاله دي لو تمت هتعامل معاها بالوضع ده. لو قعدت مستني اكيد هخسر كتير وقت، هخسر كتير اقتصاديا اكتر من الخسائر اللي انا موجود فيها. بناء على السيناريوهات دي ويتم اعلانها، ممكن كمان الانديه تتعامل مع هذه السيناريوهات، تقول لك انا لو تم تطبيق ده هعمل كذا، ولو تم تطبيق ده هعمل كذا، ولو تم تطبيق ده هعمل كذا. هي دي الفكره قدامي. فكره بقى ان احنا نتكلم ونفضل نقول المشهد ضبابي بدون ما نحط حلول، ده صعب طبعا، ما ينفعش. طب ايه دور الاعلام في الملف ده تحديدا او في الجزئيه دي؟ هو دور الاعلام في الوقت اللي احنا فيه، انا شايف لحد اللحظه اللي احنا فيها مع احترامنا الكامل، يعني ان في بعض الناس بتتكلم بشكل منطقي وشكل عقلاني، وفي بعض الناس بتدخلنا في امور ابعد ما يكون عن الوضع اللي احنا فيه. يعني مش حاسين، يعني الدوله حاسه بخطوره الوضع، المواطن بدا يحس بخطوره الوضع، شايف ان احنا بقى فينا لا قاعدين بنتكلم في حاجات فرعيه. يعني شفت تقريبا برنامج بيتكلم يقول لك احنا كنا في، وسؤال من ضمن الاسئله المطروحه، احنا كنا بنستعين بالشيوخ في تحديد قوائم المباريات مع كابتن حسن شحاته ولا لا؟ انت قصدك فتره الفراغ دي بقى نقعد نقضيها في ذكريات لا، لو هنقضيها في ذكريات طبيعي على فكره، تمام، طبيعي انك هتعمل تدوير وانك هتتكلم في ذكريات، مفيش نشاط. بس ما اقعدش بقى اتكلم، لا بس لازم تشوف حلول للموضوع، ولازم تناقش ولازم تشارك الناس، ما اقعدش اتكلم في قصص لا هتودي ولا هتجيب زي ما الناس بتقول. طب ما تيجي نروح للقصص اللي ليها اهميه، لان انا كنت في الانترو بتكلم على رسائل نجوم الكره في العالم، وازاي في التوقيت ده حتى لو في عزل وفي حجر صحي لكل اللعيبه في التوقيت ده ازاي تتعايش مع الموضوع، لكن وهي بتتعايش لازم توجه رسائل للجمهور، لازم توجه رسائل للناس كافه، سواء اللي بيحب الكوره او اللي ما بيحبش الكوره، لان النجم ده نقدر نقول قيمه كبيره عند المشاهد وعند المتابع للكوره. فتيجي نشوف فيديو كده لاحد نجوم الكوره في العالم، ايفان راكيتيتش طبعا نجم برشلونه، وهو بيوجه رساله كده للعالم وهو موجود في العزل وفي الحجر الصحي، تمام، في التوقيت ده،
لان دور الميديا في التوقيت ده لازم دي الرسائل اللي توصل للناس، ان احنا نقدم عدد من الماتيريال او الموارد التلفزيونيه عشان الناس تعرف العالم ماشي ازاي، وفي نفس الوقت تستفيد باي رساله ممكن تتوجه ليهم. نشوف طبعا. نشوف طيب نشوف ايفان راكيتيتش نجم برشلونه بيوجه رساله لشعوب العالم. Muy buenas. Soy Iván Rakitic. Y bueno, os quería mandar un mensaje desde casa. Creo que es muy importante que فيختلق قصص، يختلق روايات، يكون في حاجة بسيطة تحصل فيكون قصة كبيرة من ناس خياله. ده اللي بيساعد كده يعني. طب تيجي نستعرض كده تصريحات أول لاعب تعرض لكورونا في إيطاليا، لاعب نادي اليوفي دانييلي روجاني. قال لك أنا بخير، لم أشعر بالأعراض التي قرأتم عنها في الصحف، كنت أول من يصاب بالكورونا في محيطي، أأمل أن يساعد ذلك في رفع الوعي، وعي الناس لما أهمية هذا الموضوع. أفتقد إلى عناق أحبائي، أنا وحدي في فندق اليوفي، فندق النادي، ومدة الحجر طويلة. يقوم بدور النجوم، يقوم بدورهم الحقيقي، كلهم في محيطه. طيب لازم. كمان بمناسبة احنا بنتكلم في نفس الموضوع، النادي الاهلي يمكن اعلن خبر منذ قليل او منذ لحظات، تم تقليص عدد ساعات العمل داخل النادي للعاملين به، واتفاق على غلق ابواب النادي لغاية الساعة 8، يعني بعد الساعة 8 باب النادي هيكون مغلق وما يكونش فيه اي حضور في النادي الاهلي. قررت ادارة النادي اغلاق ابواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميا في 8 مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى 5 ساعات فقط. خطوة مهمة ومعبرة وأعتقد في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير. أعتقد إن في كل الأماكن على فكرة إحنا محتاجين ده. إحنا محتاجين في كل الأماكن اللي فيها على فكرة هتقول البلد هتقف، ما هو طبعا هو إذا كان هو ده الحل يعني. في المغرب النهارده خدوا قرار بعد الساعه 6 مفيش مقاهي ولا سينمات ولا مولات ولا اي حاجه. مؤقت احسن من اي او من اي مخاطر ممكن تحصل يعني. احنا وقفنا قطاع الرياضه كله، وقفنا حاجات قطاعات كتيره. فلازم، وبرضه لسه بتشوف زحمه في الشارع، زحمه في المواصلات، حاجه غريبه. التوعيه اللي انا بطلبها من نجوم الكوره في مصر حاجه غريبه يعني، يطلعوا يتكلموا مع الناس. الناس المفروض عارفه ان اللي بيحصل ده مش اجازه، مش رفاهيه. اللي بيحصل ده سهل جدا. تونس علقت النشاط، ده لازم. انا كنت لسه بتكلم في الانترو عن ان كان امبارح في ماتشات كاس تونس، خطوه متاخره يعني. النهارده تونس علقت النشاط لاجل غير مسمى. احنا بنتكلم دلوقتي في الابعد من كده. بنتكلم في ان المفروض انت لسه بتمشي في الشارع بتلاقي زحمه كتيره، لسه في المولات بتلاقي زحمه، في الهايبرات بتلاقي زحمه. احنا فعلا لابد ان الموضوع ده لازم، ده اللي بكلمك فيه، ان كل واحد في مجاله، كل واحد محبوب، كل واحد ليه ناس، لازم يطلع يوعي الناس ويقول لهم انا قاعد في البيت. يعني انا قاعد في البيت وما بتحركش، وان المجتمع كله والمجتمعات كلها مش هيحاصر الموضوع ده غير القعده في البيت. هو ايه الفايده من ان الاولاد قاعدين من المدرسه والزوجات قاعدين في البيت والراجل برضو بيطلع يتعامل مع المترو، وايه الفايده؟ شايف برضو لازم يكون في اجراءات تصاعديه اكتر من كده لو الموضوع زاد عن حده. طيب انا اعلن البلاغ او البيان اللي طلعته الجامعه التونسيه او الاتحاد التونسي لكره القدم منذ حوالي ربع ساعه بالظبط. قالت فيه: بالتنسيق مع وزاره شؤون الشباب والرياضه تقرر بصفه رسميه تاجيل كل مباريات كره القدم الى موعد لاحق سيتم الاعلان عنه في وقته من قبل مؤسسات الدوله. وتشير او يشير الاتحاد التونسي في السياق ذاته الى ان حضور الجماهير من عدمه في مقابلات كرة القدم في مسابقتي البطولة والكأس في الظرف الأخير الذي عاشته تونس والمتعلق بفيروس كورونا يرجع بالنظر أساسا إلى قرارات الدولة ومؤسساتها التي بحوزتها كل المعطيات المحيطة بهذا الأمر وفي هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عن فكرة مدى عودة النشاط خلال الفترة القادمة مستقبلا مع الوضع في الاعتبار الوضع العام والمصلحة العليا للبلاد. ده نفس المضمون بتاع البيانات اللي بتطلع من كل الدول وكل المهتمين بقطاع الرياضه في كل مكان. محدش عارف احنا بدانا الستارت، خلاص انت بدات، خلاص عملت الستارت. محدش عارف بقى النهايه امتى، الخطوه اللي جايه محدش عارف. حاجه هي كلها لو كيفيه التعامل مع الحدث وتحط الاولويات او تحط الحلول لبعد هذا الموضوع.
حتى الناس يعني بتكلم في حتى لو لغيت الموسم هتبدا الموسم الجاي امتى برضو لسه ما فيش. وعلى فكره برضو دي حاجه ممكن تعذر بيها الناس شويه يعني ما فيش حاجه يعني العائق اللي خلاك ما تكملش لسه موجود. بس في نقطه يعني انت عندك تصريح لواير روني انديه البريمير ليج طلعت بيان وحذرت اللعيبه من التنقل في الوسائل المواصلات العامه. الاتحاد الاوروبي عنده اجتماع خلال 48 ساعه، الاتحاد الافريقي ارسل لجنه طبيه. انت تحس ان العالم كله برضه بيشتغل يعني كل عايز لازم يشتغل. يشوف ما هو اللي لازم. هيحصل الفتره الجايه ما هو طبيعي لازم يشتغل وطبيعي لازم هيفرض افتراضات معينه، لكن مش هيبدا تنفيذ الواقع. يعني هو لو قعد وقال لك احنا هنرجع النشاط بعد 3 اسابيع ولسه الموضوع موجود هيأجل غصب عنه. لا مش يرجع النشاط، مش بتكلم في ترجيع النشاط، بيتكلم في الحلول. ان مثلا لو الفتره طولت ايه افضل الحلول؟ ايه افضل الحلول؟ ما هو في النهايه برضه هو برضه ما هو ايه افضل الحلول؟ العائق طول ما هو لسه موجود، العارض اللي حصل طول ما هو لسه موجود مفيش اي حلول هتنفع. دي مش نظره تشاؤميه، ده الوضع. هو المفروض بقى زي ما بقول لك هي السيناريوهات لو بعد مثلا اسبوعين خلصنا او العارض ده مثلا خفت اعراضه او خفت اعراضه شويه هنعمل كذا، بعد شهرين هنعمل كذا، بعد سنه ممكن نعمل كذا. انت ما تعرفش هتخلص امتى، انت مش عارف هتخلص امتى، بس هي دي الفكره. فهو محدش هيقدر يحدد ميعاد معين الا كان في اذا كان في مجازفه. يعني ميعاد معين ترجع فيه الرياضه او ترجع فيه اي نشاط هيبقى صعب جدا انك تكمله الا اذا عملت السيناريوهات اللي بقولك عليها. عملت السيناريوهات طبعا يعني لازم تحط تصور بعد مده قد كده هيحصل كذا بعد كذا، انما صعب انك تحدد ميعاد معين ترجع فيه النشاط. دي وجهه نظر يعني. طب الاحداث الافريقيه، هل تتوقع تاجيل الشان بطوله افريقيا للمحليين؟ ده في تقريبا دلوقتي بتقول خلاص ان قطر اللي قرر على وشك انه يطلع قبل ما ادخل، شفت تقريبا على احد المواقع ان خلاص القرار. ما هي اللجنه الطبيه المفروض في التوقيت اللي بنتكلم فيه خلال ساعات هتقدم التوصيه. انا شفت على معلوماتي طبعا لسه القرار الرسمي والكاف ما اعلنش بشكل رسمي، انا معلوماتي هتتاجل وهتتاجل مش بدون موعد، ده هتتاجل لحين اشعار اخر. هو ده اللي بكلمك فيه. وتاجيلها ده معناه ان ممكن ان دوري الابطال نصف النهائي والكونفدراليه هيتم ترحيلها برضو وتاجيلها الفتره الجايه. وارد جدا كل الامور وارده. يعني الاقتراح الاول في كل حاجه جايه او كل حدث جاي هو التاجيل ده لحد ما تشوف حل في الوضع اللي احنا فيه. يعني واضح ان هو ده الاتجاه الاقرب. يعني طب انت عندك معلومه ان كانت في مباريات وديه بتتلعب اليومين اللي فاتوا؟ ما هو لما تم تداول الموضوع على السوشيال، ما هو اوقات كتير لما بيتم تداول حاجات كده الناس بتفوق. لا طبعا صعب يعني، خلاص ما كنا سيبنا النشاط يعني. هو انتوا بس فعلا كان في فكره مباريات وديه تتلعب؟ الناس فدائيه قوي. اصل الوديه الرسميه ما هو هنا هنا هتجيلك كورونا وهنا لا قدر الله هيجيلك كورونا. ما هو احنا اصلا هي الكورونا مش رسميه وديه. المباريات اصلا بدون جماهير ما اشبه مباريات الوديه يعني، وكنا خلينا النشاط موجود وخلاص. طبعا عدم، مش حابب اقول عدم وعي، بس هو عدم وعي يعني للاسف، هو عدم وعي او عدم ادراك بخطوره الوضع اللي احنا فيه. يعني مش معقول ايا كان تدابيرك الاحترازيه اللي هتعملها هتمنع حاجه ان العالم كله شايف ان هي غلط. بس فهي دي الفكره يعني. طيب منصات التواصل الاجتماعي والقائمين عليها ازاي كلها دور ايجابي في الفتره الجايه لتوعيه الشعب؟ احنا اتكلمنا عن نجوم الكوره ولازم يكون لهم دور الفتره الجايه ويقوموا بده بشكل مهم جدا، لكن كمان لازم استخدم السوشيال ميديا، لازم السوشيال ميديا تقوم بدورها في الموضوع ده. والله شايف الفتره اللي فاتت الكلام من الجماهير او الناس الموجوده على السوشيال ميديا طبعا في توعيه كتير منهم على فكره من الناس. الناس بتحاول تعيد نشر البوستات اللي بتتكلم عن التدابير اللي ممكن ان احنا نعملها او الناس ممكن تعملها، النجوم. بس شايف برضو لابد من تحرك كل واحد قدوه في مكانه، ده لازم يتحرك. واحنا متاخرين هنا في مصر على فكره، متاخرين جدا جدا جدا. احنا عمالين ننقل، انا ما شفت تويتات كده لشريف اكرامي لوليد ازارو ده خلال 48 ساعه اللي فاتوا. احنا للاسف من قله الدخل اللي في الداخل بنجيب من الخارج. يعني عمالين نجيب في راكيتيتش وعمالين نجيب في اليسون بيكر مثلا، عمالين نجيب في انفنتينو، ما عايزين نجيب نجوم هنا مش في الكوره بس، في كل حاجه عايزين نشوف الناس دي تقوم بدورها الحقيقي قدام محبينها. يعني المفروض انت وانا هم معروف ان هم قاعدين في بيوتهم، صور فيديو قول ان قاعد في، اعمل مداخلات في القنوات قول للناس. اكيد مش بس اللي هي يقعدوا الناس في بيوتها او يخلوا الناس تاخد بالها قوي، لكن ليك دور، قوم بدورك يعني، قوم بدورك المجتمعي
لازم تعمله. بس النجوم بره قاموا بالدور ده على طول، يعني ما حدش قال مثلا لإيفارا كيتيتش يعمل فيديو زي اللي عرضناه. في فيديوهات كتير خد بالكم برضو، يعني معانا حاجات كتير كنا عايزين نعرضها. بس هتتكلم مثلا لوكاس فاسكيز النهارده كان بيتكلم حتى تدريباته وهو في العزل بيتمرن وابنه الصغير معاه، هو بره سابقك في كل حاجه يعني، ده مش مستغرب يعني. بس المهم يا اسطى احنا اتاخرنا كتير برضو يعني، حتى لو هو سابق وبكتير احنا اتاخرنا كتير يعني. احنا اتاخرنا كريم بنزيما عامل فيديو، بس تقدر تقول ايه يعني فيديو سلبي شويه، لان هو طلع في فيديو بيقول فيه ان انا مليت من العزل اللي احنا فيه. ما هو كريم بنزيما عنده حاجات، خلينا نشوف كريم بنزيما. لا انا بتكلم على فكره يعني، لا في فيديوهات انت بتتكلم حتى لو في اطار اللي انت مش قادر توجه رساله وعايز تعبر عن احساسك برضه معموله في اطار كوميدي، لكن اللعيبه في حد ذاتها لا قايمه بدورها طبعا، ومحدش طلب منهم ده. محدش طلب منهم ده. فاحنا دلوقتي لما بنوصل لمرحله ان احنا بنطالب الناس يبقى هم اتاخروا. طالما وصلنا لمرحله المطالبات يبقى هم اتاخروا. كل واحد لابد ان يقوم بدوره الفتره اللي جايه، وان شاء الله زي ما بقول لك نثق باذن الله ان احنا العالم كله هيعدي المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي. طيب ممكن نطرح سؤال، بعض يقول لك هو موضوعي او مش وقته. فترات القيد ممكن تتغير بسبب ترحيل الدوريات الفتره الجايه وممكن تمتد للصيف؟ ده شيء انا متوقعه جدا على فكره. متوقعه مش عارف بقى ايه مدى تطبيقه. انا بتكلم في تخيلات بقى. هو زي ما بتكلم انت مش عارف النهايه امتى، فطبيعي. وانا شايف برضو ان ممكن الناس تشوفها من ناحيه التعاقدات اصلا تاخرها ولا لا كانديه في العالم كلها. دي خطوه ممكن تحصل يعني، في انديه ممكن كانت بتفكر في الانتقالات الصيفيه بتاعتها الفتره اللي جايه، لا ممكن ترجع خطوتين ورا شويه. انت مش عارف اصلا النشاط بتاعك هتستأنفه امتى يعني. انت لو بتتكلم بعد مثلا اسبوعين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، لا هفضل مستمر في خطواتي مع يعني. بس تتمهل في التعاقدات ولا تعمل ايه؟ لازم تتمهل؟ يعني لازم. ما انت ما تعرفش، ما انت اللي هتجيبه اكيد هتجيبه ملايين. انا ما بتكلمش عن الاهلي على فكره، بتكلم على لا احنا بنتكلم في العالم، بتكلم عن الانديه، بتكلم على العالم. بس خد بالك احنا قبل ما نتكلم في الحلقه كان في خبر نزل على الماركة بتتكلم من اليوفي عايز يجدد. بس مفيش اكتر من اخبار ماركة عايز يجدد لكريستيانو. الاخبار كلها خلينا نتكلم في حاجات رسميه، تحرك رسمي. انا مش شايف ان فريق زي يوفنتوس مثلا بيعاني وعنده لعيبه مصابه وعنده الدوري واقف مش عارف هيرجع امتى، بيفكر في انتقالات دلوقتي، او كريستيانو يعني شايف ان الموضوع دلوقتي يمكن هو تفكير تاني، الله اعلم. بس من وجهه نظر انا، لا لابد ان الانديه انت مش عارف ان هي امتى، فاي لاعب هتجيبه. لو انت بتتكلم بقى في الفئه بتاعه كريستيانو والفئه العالميه بره، انت بتتكلم في لاعب بيقبض بالاسبوع يعني مئات الالوف، فبالتالي لما تجيبه عندك من نادي هو اصلا متحمل قصته من الاول والاخر. هتلاقي انت عملت عندك لعيب، انا بتكلم في الانديه الكبيره، تلاقي عمال بتجيب لعيبه فئه اولى مثلا وفئه ثانيه عمال تدفع لها في مرتبات، وانت مش عارف اصلا انت الموسم هيبدا امتى ولا هينتهي، مش عارف، او الانتقالات اصلا هتبدا امتى. فهي مرحله زي ما بقول لك، هي مرحله هتكون ضبابيه على كل حاجه. على كل حاجه هتكون ضبابيه. نتمنى ان شاء الله ان هي المرحله تقل شويه باذن الله. طيب لو سالتك برضو على الاندبندنت البريطانيه، كانت قالت تاجيل بطوله الدوري الانجليزي قد يمتد الى شهر سبتمبر، برضو من ضمن الاطروحات الاعلاميه اللي بتتقال في هذه الموضوعات. ولما نتكلم باطروحات اعلاميه قد تمتد اكتر من كده وقد تقل عن كده. كلها قد يا محمد، بس كلها قد. كل الناس بتتكلم في انت مش عارف الامور هتمشي ازاي. فهي هنا بقى انت بتتكلم في اللي انا نفس الطرح اللي بقول لك عليه. لو بعد شهرين لابد ان احنا بعد شهرين الناس تعرف انه بعد شهرين، فتعمل هتفضل هتمد الاجازه للعيبه اطول فتره ممكنه على فكره، اللي هو بعد شهرين ممكن تدي اللعيبه اجازه فتره طويله، ثم تقول لهم او الناس المفروض بقى الفتره اللي جايه تطرح ونسال اللعيبه الفتره اللي جايه تقدر تحافظ على لياقتها البدنيه ازاي؟ ما انت مش عارف هترجع امتى، فتقدر تحافظ على النظام الغذائي بتاعها ازاي؟ يعني انت مثلا لما هتدي لعيب 10 ايام اجازه او اسبوعين اجازه، لابد ان هو خارج كده يكون معاه النظام الغذائي بتاعه، ولابد ان يكون في اليه في اليه مراقبه ليه. يعني حتى لو هيجي النادي عندي كل مثلا 6 ايام، يعني مثلا في الاسبوعين اجازه يجي لي مره في الاسبوع اشوف هو وزنه زاد ماشي على النظام ولا لا. لازم
يكون في تواصل بين الانديه او الاجهزه الفنيه وبين اللعيبه عشان الامور ما تضربش او ما تزيدش. في الاطار ده انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، انت دلوقتي في مرحله ان ما فيش تدريبات طبعا وفي عزل وكل واحد بيحاول قدر الامكان يبتعد عن اي تجمعات. الجيميزم قافله، كله قافل، لابد ان طيب لو بعض الانديه بدون ذكر الاسماء يعني ما خدتش الاجراءات بشكل سليم وادت لاعبتها الاجانب اجازه وسافروا، نفترض وسافروا، رغم ان المفروض دلوقتي خلاص يعني هيبقى في حظر طيران في العديد من الدول عشان فكره الحد من انتشار الفيروس، وجه الدوري انا بطرح موضوع ممكن الله اعلم بعد اسبوعين ان شاء الله باذن الله لما الدوري يرجع والنشاط يرجع من جديد، بس جزء احترازي مهم للي جاي مثلا ان شاء الله باذن الله خدوا قرار بعوده الدوري والنشاط يعني يستأنف من اول ابريل، والاجانب اللي سافروا دول راجعين يرجعوا على اللعب ولا تطبع عليهم فكره التدابير الاحترازيه ويبتعدوا عن اي تجمعات لمده اسبوعين ثلاثه؟ ما انا اعرف انديه بدون ذكر اسماء، اعرف انديه منعت الاجانب بتوعها ان هم يخرجوا، وانديه بتفكر تفكير كويس تفكير احترافي على فكره طبعاً، وبتنفذ التعليمات طبعا صح ما ينفعش، بس دي تعليمات طبيه وفي تفكير انديه زي الانديه اللي كانت هتلعب ماتشات وديه، يعني ماتشات وديه في الفتره اللي فاتت دي في كل الانديه دي بتبقى موجوده في مكان واحد، عشان كده بتلاقي في انديه متقدمه وفي انديه مكانها تاني. المهم خلينا نتكلم في ان لابد ان هنا بقى يكون في دور لاتحاد الكره واللجنه الطبيه في اتحاد الكره، اللجنه الطبيه في اتحاد الكره تقوم بدورها ان اي نادي عنده لعيبه اجانب سافرت الفتره الحاليه. بص محمد، الفتره اللي جايه دي كلها هي الفتره الاكبر في تفعيل دور اللي جاي الاكتر في كل التخصص، كل واحد يتكلم في اللي بيفهمه مش واحد بس اللي بيدير الاتحاد. خد بالك الناس بتنسى بسرعه وتخش في خناقات بقى. لا 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 انا اعرف، عايز العب بلعيبتي، اللعيبه رجعت لا. انا هفتقد خمس ست لعيبه ازاي؟ ما زي ما بقول لك اهو، انا لسه كنت بتكلم في الاول بقول لك ايه، انا بقول لك البلد مش مستحمله كورونا وصوت عالي. ما احنا بنتكلم في ما هي كورونا، بص احنا ما هي كورونا وصوت عالي، انما الاثنين كتير قوي كتير كتير. بص احنا بنتكلم في حلول وبنتكلم في توعيه. تخيل ان كورونا ممكن تروح وصوت عالي ممكن ما يروحش. لا لا مش ممكن، انا متاكد ان كورونا ممكن تروح في العالم كله، لكن اللي مش لاقيين له علاج فعلا هو الصوت العالي والخروج عن النص وفي توقيت العالم كله بيبحث عن حل. يعني انت تتخيل ان الحاجات دي ممكن في توقيت معين تقول لك ايه، مثلا زي مثلا شهر رمضان دخل علينا فالحمد لله الايام كلها بتبقى مباركه والشياطين مش موجودين بينا وكلام ده. لا ما ساعات الشيطان بيبقى جواك انت. ففي ظرف زي ده مثلا الناس كلها بتدور عن حلول وبتشوف اللي جاي ازاي مستقبله. لا لا ساعات بيبقى الشيطان الانسان اقوى شويه اقوى شويه، وفكره ان الناس تتكلم في يعني اغلط في فلان او تجاوز في فلان عشان فلان يرد عليك. لا مش وقته. هي قصه صعبه، وزي ما بقول لك احنا مش هنستحمل كل يعني الاثنين صعب. اللي تمشي هتجمعوا مع بعض زي ما بقول لك ان رئيس الاتحاد الفرنسي قال لهم اسكتوا، ما احنا مش فاضيين مين بطل الدوري او مين مش فاضيين اللي انتوا بتعملوه مش فاضيين اللي بتتكلم فيه ده، احنا مش فاضيين. فانت تيجي تقول سافرت ولاعب لعيبتي اللي ما مشيش بالنظام يقعد في حجر، في انت جاي انت مسافر لمكان في بؤره فيها قصه كبيره، انت اصلا مسافر من بؤره برضو هي كده. فاللي هيعمل ده يستحمل. اللي يعمل ده يستحمل، هو عارف اكيد ان في اجراءات، بس اعتقد ان العلل ده ممكن متوقع بشكل كبير ان النشاط مش هيرجع في بعد اسبوعين ان شاء الله باذن الله. الايام اللي جايه يا رب هيكون شايلنا الخير، والايام اللي جايه باذن الله هيكون فيها حاجات افضل من اللي فات، والعالم كله باذن الله يعود من جديد الى النشاط ان شاء الله باذن الله الاسري والعائلي والاجتماعي والرياضي ان شاء الله بشكل جيد باذن الله الفتره الجايه. خالد انا بشكرك، شكرا. وقدر ان كان حاولنا بس نقدم للناس ماده اعلاميه محترمه في اللحظه اللي احنا فيها، لان لحظه فارقه ولازم نتعامل مع الناس في الظرف اللي احنا فيه بناحيه علميه، ولازم نقدم لهم محتوى فيه توعيه ونناشد نجوم الكره في مصر ان هم يكون لهم دور للتوعيه الفتره الجايه، مش كل حاجه هتبقى الحكومات او الوزارات هي اللي قايمه بيها. نجم الكره في مصر لازم يقوم بدوره المجتمعي، كل النجوم ان هو يقدم رساله للتوعيه طبعا. كل النجوم مشكوره اكيد. بشكرك يا خالد وكل التوفيق ليك. شكرا محمد. شكرا محمد. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله، والحديث لن ينتهي، لان بالتاكيد في هذا الظرف لازم يكون لنا دور ايجابي في التعامل مع هذا المشهد، سواء في المعلومه سواء في الرقم سواء في التوعيه. وهنصر وهنؤكد على فكره ان لازم نجوم الكره او حتى نجوم الالعاب الفرديه والجماعيه يكون لهم رسائل توعيه
للشعب المصري الفترة الجاية زي ما بيحصل في كل دول العالم وفي بعض الدول الإفريقية والدول العربية. شكرا لحضراتكم ونلتقي على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة.